الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أرحب بالأصالة عن نفسي وعنكم وعن جمعية بالقاسم اليوم وباسم الجبهة السلفية بمصر بفضيلة الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح القادم لرئاسة جمهورية مصر العربية. وأول معطيات هذا الترحيب وذلكم التأييد لأستاذنا الفاضل هو قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فجعل الله تبارك وتعالى معقد الإسلام هو تحكيم الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل في معرض الإيمان انتفاء الحرج من الصدور، وجعل في مقام الإحسان التسليم لله والرسول صلى الله عليه وسلم. ولو شئنا لقلنا بعد أن من الله تبارك وتعالى علينا بالحرية والأمان وجو من العدالة والإنصاف، لو شئنا لقلنا يا أستاذ حازم أمضي بنا الأمور، فإنا لا نبالي والله لو غلت بنا وبك في الله القدور. ولو شاء لقال لنا: إننا نعالج اليوم أمرا كبر عليه الصغير وهلم عليه الكبير. إن الشريعة لا تقوم إلا في أجواء الحرية والعدالة والأمان، لكن المعادلة الصعبة ولكن الأحجية المحيرة هي: هل نستطيع الحفاظ على هذه الحرية وتلكم العدالة وذلكم الأمان، أم أننا سنستسلم ونضيع هذه الفرصة التاريخية من بين أيدينا لتعود الأمور إلى الوراء مرة أخرى؟ إن الأستاذ حازم أبو إسماعيل حين ترشح لهذا المنصب لم يكن يطلب سلطة ولا رئاسة نحسبه والله حسيبه، بل فهم ما لم يفهم الآخرون وتلمس حساسية هذه المرحلة القضرية من تاريخ أمتنا، فأراد أن يقيم الحجة على الأمة كلها أن رجلا منكم تعرفونه وتعرفون دينه وأخلاقه والتزامه بدينه، ها هو قد تقدم لرئاستكم، فأي الناس تختارون؟ إن الأستاذ حازم أبو إسماعيل يعلم جيدا أنه يعرض رأسه ويدخل في محك صراع مع القوى العلمانية، بل مع القوى الصليبية واليهودية والصهيونية في العالم أجمع، التي تأبى أن يكون على رأس هذا البلد مرشحا إسلامي. فالأستاذ حازم أبو إسماعيل في الحقيقة كان يعرض نفسه لأكبر مخاطرة. هيغير الشريط بس. فالأستاذ حازم أبو إسماعيل كان يعرض نفسه لمحك الصراع، كما أنه أراد أن يعدل منظومة فقهية معوجة أقامها أهل الدولة وغرسها في بعض الملتزمين وبعض المتدينين، وهي المنظومة الفاسدة التي كانت تعتبر الظالمين وأبناء الظالمين ولاة للأمور. إن ولاة الأمور هم الذين يقومون بالأمور، وإن ولاة الأمور في شرعتنا وملتنا هم الأمراء والعلماء. قال ربنا تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فلن تستقلوا طاعتهم عن طاعة الله والرسول. فمن أطاع الله والرسول وأقام أمر الدين فهو من ولاة الأمور. إن ولاة الأمور في أمتنا هم العلماء والأمراء، وإن شرط العلماء يكونوا ولاة للأمور هو أن يبينوا هذا الدين ولا يكتمونه، يقوموا بهذا الأمر علما كما يقوم بهم به الأمراء عملا. فشرط الأمراء إقامة الدين في الأرض وتحقيق العبودية لله في الأرض. وإذا تحدثنا عن ولاة الأمور فإننا لا يفوتنا أن نذكر منهم عالما جليلا وهو أستاذنا وشيخنا العظيم الفذ والهامة والقامة السابقة في أمتنا الشيخ صلاح أبو إسماعيل رحمه الله.
جعلها كلمة باقية في عقله إلى يوم القيامة. وإن لنحسبه أن الأستاذ حازم هو كلمة باقية في عقل الشيخ صلاح أبو سعيد رحمه الله، وهو الرجل الذي لم يكاجل يوما بسمعة والده، وإنما كان يصوت لها دائما لمشروع الإسلام والإسلام العظيم فقط، وهو أعم من كل الشخصيات وكل الرموز. إننا نحن ننتخب الأستاذ حازم أبو سعيد ونقول له نعم، فإنما نقيم الشهادة لله. قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الشهادة لله. وإننا نحن ننتخب الأستاذ حازم أبو سعيد لا ننتخبه لكونه صوفيا سلفيا ولا ملتحيا ولا من الإسلاميين فحسب، فإن الله تبارك وتعالى قال: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإننا ننتخبه لمشروعه الإصلاحي الذي انتصب به في هذه الأمة. قال الله تبارك وتعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فهذا الرجل طرح علينا برنامجا ومشروعا لم يقدمه أي مرشح من العلمانيين ولا أنصاف العلمانيين ولا الإسلاميين ولا أنصاف الإسلاميين، إنما طرح مشروعا خالصا قدم فيه حلولا للأمة ليثبت أن هذا الإسلام العظيم من أخذه بحقه قادر على أن يقدم كل الحلول لهذه الأمة. إنني والله أشهد شهادة لله يسأل عنها يوم القيامة أن الشيخ الأستاذ حازم أبو إسماعيل ما رأيت رجلا مثله ولا أزكيه على الله تكلم في السياسة مع الحفاظ الشديد على كل منطلقات العقيدة والشريعة. والله إننا حين نتصدر الخطاب السياسي والتصريحات الإعلامية لتصدر منا الزلات تلو الزلات، ونخطئ الخطأ الجم ثم الخطأ الجم، حتى إن أحدنا لا يلوم نفسه فيقول: ليتني ما قلت كذا وليتني ما قلت كذا. فرأيته يحافظ على ثوابت العقيدة والشريعة فيقول وكما هي كما أنزلها الله تبارك وتعالى، وهو في ذلك كله محافظ على لغة السياسة وكل محترزات الخطاب الإعلامي. من أجل ذلك كله نعاهد الله تبارك وتعالى، نعاهد الله تبارك وتعالى على دعم الأستاذ حازم أبو إسماعيل، ونطالب الأمة كلها بالانحياز لا بشخص حازم أبو إسماعيل وإنما بشريعة الإسلام العظيم. نقول له: يا أستاذ حازم، يا أستاذ حازم، إن أحسنت أعناك ونطيعك ما أطعت الله فينا، وإن أسأت قومناك، ولا طاعة لك علينا كما قال الأولون فينا. ونعاهد الله تبارك وتعالى ان تدعم الجبهه السلفيه الاستاذ حازم ابو اسماعيل، وان شاء الله تبارك وتعالى بالتنسيق مع الحمله سنقيم ان شاء الله كثير من المؤتمرات في العديد من محافظات مصر في الشرقيه والغربيه وكفر الشيخ والدقهليه والجيزه والقليوبيه وغيرها ان شاء الله تبارك وتعالى. ونقول في النهايه: الشعب يريد حازم ابو اسماعيل، الشعب يريد حازم ابو اسماعيل، الشعب يريد حازم ابو اسماعيل. جزاكم الله خير.